هنعمل دلوقتي بقى الموكا البارده، اللي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن بودره كريم شانتيه، سكر، قهوه سريعه الذوبان، شوكولاته مبشوره، كاكاو، كريم شانتيه، صوص كراميل وصوص شوكولاته. طيب هنحط اول حاجه كده اللبن كده اهو، خلاص هنحط القهوه سريعه الذوبان مع معلقه الكاكاو، كاكاو مش مسكر، مع معلقه السكر، مع معلقه من بودره الكريم شانتيه، مع شويه من معلقه ممكن الشوكولا المبشور. طيب وهنضرب كده كل ده كده في الخلاط. اللبن لازم يبقى ساقع جدا، عايزه اقول لكم. يعني اللبن ساقع قوي. خلاص نجيب هنا بقى ايه صوص الشوكولا كده، نحطه كده. ده ايه ده؟ الكراميل. ونحط معاه صوص الشوكولا كده اهو. تمام. ونحط اللبن ريحة الكاكاو مع القهوة، حلوة قوي.